ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة المحافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد. أهلا بك معنا سيادة المحافظ، وبداية كيف سارت عملية تسليم التعويضات المستحقة لأهالي النجيلة عن أراضيهم الواقعة في منطقة إنشاء الميناء؟ اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك الساده المشاهدين. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، وكل الساده اشقائنا المسيحيين بمناسبه اعياد الميلاد المجيده. احنا طبعا بقالنا حوالي يعني شهرين تقريبا هيئه المساحه المصريه كانت بتقوم بعمل الرفع المساحي لمنطقه انشاء الميناء، وهذا المشروع القومي العملاق بتوجيهات من السيد الرئيس فتحي السيسي، طبعا السيد رئيس الحكومه المهندس شريف اسماعيل. تم عمل الرفع المساحي للمرحله اللي احنا فيها حاليا اللي هي تتجاوز حوالي 2170 فدان، ودي تعتبر المرحله الاولى من المشروع. وتم تقدير كل التعويضات تعويض عادل شامل بواقع 60000 جنيه لكل فدان، بالاضافه لكل البيوت، وتجاوزت حوالي 145 بيت. طبعا كل البيوت تم تقديرها طبقا للحاله بتاعتها، وتم النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى صرف التعويضات لكل الاهالي في نوع من الاريحيه والتأييد لهذا المشروع القومي العملاق الذي طالما تمنته محافظه مطروح وابنائها ومشايخها وعواقلها منذ عقود طويله جدا بصراحه. وياتي السيد الرئيس فتحي السيسي مشكورا لحقق هذه الرؤى وهذا الطموح وهذا المطلب لابناء مطروح. نعم سيادة المحافظ، في حالة من التناغم بين أهالي مطروح وبين حضرتك كقيادة لهذه المحافظة وبين الحالة العامة التي تسير عليها الدولة من انطلاق مشروعات قومية، انطلاق مشروعات تنموية، في حالة من الاطمئنان والأريحية كما ذكرت حضرتك منذ قليل، يعني ما بواعث هذه الأريحية وبواعث هذه الراحة والطمأنينة و فكرة مد يد العون للدولة في كل إنجاز وفي كل مشروع حتى ولو كان في يعني شيء من البدائل لما كان عليه أهالي مطروح مثلا من قبل؟ وبالتالي صف لي هذه الحالة لديك في محافظة مطروح. بصراحة محافظة مطروح ضربت أعلى معاني الوطنية، ومش عشان انا محافظهم بصراحه، انا دايما بقول كده، لكن دي حقيقه واقعه وامر مسلم بيه. المحافظه الوحيده اللي في الجمهوريه اللي عملت مصالحه وطنيه مجتمعيه صحيح في اشد واحلك توقيتات الانفلات الامني 2013 2014 اللي كانت بتشهدها عموم كل ارجاء الجمهوريه. محافظة مطروح بكل أبنائها اجتمعت وأرست قواعد الأمن والاستقرار بهذه المصالحة الوطنية المجتمعية، ونقت مطروح بنفسها عن حدود الغربية طبعا في داخل ليبيا الشقيقة والمشاكل الموجودة وحالة الانفلات الأمني والصراعات الموجودة داخل ليبيا الشقيقة. نأمل يا رب أن تعود ليبيا الأفضل مما كانت عليه، ولكن مطروح مع مصر نقت بنفسها عن هذه الصراعات. صحيح. فإذا محافظة مطروح بصراحة، وبرضه لو جينا نتكلم عن الضبعة النووية السلمية، أهالي المحافظة وأهالي الضبعة سلموا أرض الطاقة النووية للقوات المسلحة دون قيد أو شرط للسيد الرئيس فتحي السيسي ليحقق حلم المصريين. صحيح. اللي لسه موقعينه خلال هذا الشهر مع الجانب الروسي الصديق. ثم عندك مدينة العالمين الجديدة، نفس الموقف برضو، أهالي العالمين شالوا إيديهم على الأرض وسابوها لوزارة الإسكان عشان تبني المجتمعات العمرانية الجديدة، وحاليا في النجيلة وبرضه في مدينه راس الحكمه. سياده الرئيس انا ببني 12 مدينه جديده عمرانيه جديده متكامله، فبكلم على ابناء مطروح ومدى ارتباطهم بالارض، وكون انه يضحي بالارض ويضحي ببيته بالشكل اللي انتم شفتوه النهارده واعلام مصر كله شافوا، والساده الاعلاميين المحترمين كانوا موجودين معانا ورصدوا باعينهم بكل اريحيه وبكل هدوء وبكل وطنيه وشفافيه الناس سايبه بيوتها وسايبه ارضها علشان تبني هذا الحلم. فده بصراحه ما فيش اي معاني ولا اي يعني كلمات تقدر تعوضهم او توفيهم حقهم غير ان احنا نقول ان ابناء مطروح وطنيون حتى النخاع. صحيح.
صحيح، كل التحية لحضرتك سيادة اللواء، وكل التحية أيضا لأهالي محافظة مطروح. اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.